انا استعمل تقريبا هنا خمسة المعالق كبار نتاع المايونيز مايونيز يمكن لكم تعدلوها راسكم يمكن تشريوها اي مايونيز بغيتو نتوما ومن بعد تنزيد عليهم معلقه كبيره نتاع الهريسه اللي بغا لاصوص ديالو تجي حاره بزايد يزيد في لا نتاع الهريسه زديت معلقة كبيرة نتاع كيتشوب اللي ما عندوش كيتشوب يقدر يستعمل طماط كونسونتخي ولا مركز طماطم مع القصيرة نتاع الخل الأبيض خل عادي، لا نستعملوش الخل ديال التفاح ولا أي خل آخر، سيبوليت مع معدنوس أعشاب مناسمة كوريشون لي ما عندوش سيبوليت يقدر يستعمل فص صغير ديال التوم غير باش يعطي النسمة نتاع الملح على حسب الذوق، استعمل تقريبا نصف مع نتاع الملح. لبزار كذلك على حسب الذوق انا استعملت نفس معلقه صغيره تنوضع كل شيء في خلاط كهربائي ولا اشواغ كهربائي انا استعملت اشواغ الكتريك حتى بالخلاط الكهربائي تعطي لو ميم ريزولتا بعد تنميكسي لي كاملين تم مزيان يا اما في الخلاط يا اما الاشواق تيعطي نفس النتيجه غير خاص ديالنا نخلطهم مزيان لاصوص ديالنا هي واجده لاصوص نقدر نستعملوها مع الشاورما نستعملوها مع لي مع جميع انواع تاع لي ساندويش مع الفريت تاع مع الفريت تجي مزيونه بزاف بالصحه والراحه